الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. شوفوا هنا الطبق هذا تاع الشخشوخة، راح ندير لكم الطريقة تاعي. هنا الشخشوخة كامل نعرفوها في الجزائر، كل واحد عنده الطريقة تاعو. أنا نعطي لكم الطريقة تاعي. هنا عندي الدقيق، كيلت هنا 2 كيلات تاع دقيق، ودرت لهم الملح تاعهم. وهنا نجيو باش ندوزنو المرق تاعنا. هنا عندنا الثوم، عندنا البصل، وعندنا الكسبر الاخضر، عندي هنايا شويه فلفل حلو خادمته على شكل هريسه، وهنايا الطماطم تاع العلب. هنا عندي شويه زيت، وهنايا عندي منه شويه شحمه، وشويه فلفل حلو احمر، كسبر، الملح، فلفل احمر حار، وشويه هنايا كركم، هنايا راس الحانوت، هنا ملعقه تاع السكر. هذه ديما اللي نديرها في المرق نتاعي في الاطباق، كل تلقاوهم. وهنا عندي مرسو تاع دجاج ومرسو تاع اللحم. انت تحبي ديريها بالدجاج، تحبي ديريها باللحم. نجي هنايا للدقيق نتاعنا، نشمخوه مليح حتى يولينا على شكل عجينه. شوفوا كيفاش راني نشمخ فيه، كبوا الماء غير بشويه باش ما تتفدق لكمش العجينه. نخوها بشويه كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله البنات نتاعنا يتعلموها، المبتدئات يتعلموا هذه الشخشوخه واطباقنا التقليديه باش ما ننساوهمش. شوفوا العجينه تاعي كيفاش ولات. هنا نجيو نغطيوها ونخليوها تريح، ونروحوا ندوزنوا المرق نتاعنا. نبداو منا في كوكوطه. هذوك لي زيبيس اللي درتهم الكل نديرو معاهم الطماطم والزيت، نديروهم مع الدقيق. وهذه الطريقه من الاحسن كيما نقولوا، تقدروا ديروها في الليل تجيكم بنينه. ما ديروش البصله والثوم والكسبر، ما ديروهمش، ديروهم الا هذو، والا ديروهم الصباح كيما هكا وتقليهم، تقعدوا تقليهم ما تخليوهاش تتحرك. شوف كيفاش راني واقفه معاها ونحرك فيها حتى يشرب هذاك اللحم، يشرب هذاك التوابل والطماطم. نجيو هنا نضيفوا البصله والثوم اللي كنا رحيناهم، شويه كسبر، ما نلوحوش كل هذاك الكسبر، نلوحو منه غير شويه. شوفوا نوليو نخليو هذيك البصله تتشرب هذيك التوابل مع اللحم اللي درناه من في الاول. نقصولها على النار خلاص باه ما تخليهاش تتحرك، المهم توقفي معاها ما تخليهاش تتحرك باش ما تجيكش مره. نقصي لها خلاص وتغطيها وتخلي ديك البصله تذبل مليح مع اللحم. نجيو للعجين هنا نتاعنا، نوليو ندلكوه شوي حتى نحاولوا هذوك التشققات. هنا راني حاسه بيه كشخور، راه جاني يابس شويه. شوفوا جاتني يابسه شوي، راني دوك نزيد لها شويه نتاع الماء، شويه برك ما تكثريش، ومن الاحسن العجين نتاعها يجي يابس هكا. ندلكها مليح، ماشي تدلكوها كيما المفرمسه، هاي كاينه شخشوخه يقولوا لها المفرمسه والمسمن. هي هذه العجينه نتاعها باش تنحل هذيك التشققات برك، والعجينه نتاعها تقبض روحها. شوفوا هنا نقسمها على قدش، شوفوا الحجم نتاعها قدش، اكثر من المسمن شويه كبيره على المسمن. نخبزوها، شوفوا هذه الطريقه كذلك باش تطاب لنا العجينه نتاعنا. شوفوا هذه الطريقه ان شاء الله تتعلموها. شوفوا كملهم الكل بهذه الطريقه، نحطهم في الصينيه ونوليو نغطيوهم ونخليهم يريحوا، وما تخليوش الهواء يقيسهم باش ما ديرولكمش هذيك القشره. انا هنايا درت كميه قليله، يعني الغدا نتاعنا اليوم كاينين الافراد العائله اللي غايبين. هنا نرجعوا للبصله نتاعنا اللي كنا نقصنا لها وخليناها. شوفوا هنا ما خليتهاش تحرقت لي، حركيها. شوفوا كيفاش قليتها مليح حتى خرجت الزيت نتاعها. شوفوا هنايا نجون ديما راني دايره الماء يغلي من هيه، هنايا المرق. وهنا درت لتر ونص، كل واحد يدير على حساب المرقه اللي راح تسقي بها الشخشوخه.
نسكروا عليها الكوكوطة تاعنا ونخليوها نص ساعة يكون اللحم تاعنا يكون طايب. نرجعوا هنايا للشخشوخة تاعنا نقرصوها. هنا شوفوا هنايا شوية زدت لها الماء بزيادة على بها، راهي متعبتني شوية في التقراص، نتوما ما تزيدولهاش الماء كيما زدت انا. قرصوها وترقوها مليح باش تساعدكم في كي تطيب باش تفتوها بسهولة. هنايا نلوحوها في الطاجين. شوفوا انايا المره فاتت جيني مسقمه، هذه المره مع التصوير شوفوا كيفاش صرالي ما جاتنيش مسقمه. هنا شوفوا كي طيب، هاي طابت نفتوها ونفتوها وهي سخونه باش تساعدنا في الفتات تفتلنا بسهوله. كملوا كل العجين وكل نكملوه بهذه الطريقه. شوفوا نحكوه بهذه الطريقه بين يدينا. شوفوا الطريقه هذه. نزيد نشوفوا كشما مارسوا تكبر نوليو نفتوهم ونجيو نكملوا كيما راكم تشوفوا. نكملوا المرق نتاعنا نروحوا نحلو عليه نلقاوه طاب. الطريقه هذه راني هنا لقيت مارسوا كبار هاني نفتت فيهم. شوفوا المرق نتاعنا كيفاش طاب خاطر. نجيو نحيو اللحم نتاعنا ونذوقوا، اذا عتمسوس نزيدوها ولا ناقصه طماطم نزيدوها، كل واحد كيفاش يلقو نتاعو كيفاش يحبو افراد العائله نتاعو. نحي اللحم ومن بعد ديري كاسرونه واحده اخرى وتهزي من المرق هذاك. هنايا لحت شويه فلفل جواوت فلفل هاني نسيت ما قلتهمكمش. نحيو شويه المرق ونلوحو الشخشوخه اللي راحين نديروها حنايا قد ما راحين نديرو. نطيبوها غير شويه تشرب هذيك لاصوص ونزينوها هنا من فوق باللحم والمعدنوس كسبر. وهنا قدمتها مع الفلفل المرقد وان شاء الله تجربوها. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم الجديد والاعجاب. واذا سيتوا الوصفه ما تنساوش تنشروها في الجروب تلقاوها في صندوق الوصف وفي فيديو جديد ان شاء الله.